اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم دائما عبر شاشه تلفزيون الفجر الجديد. مشاهدينا ومتابعينا، احنا مع الشركه المميزه والخاصه في الوطن في مدينه طول كرم، العليمي كارز، يعني شركه رائده ومميزه، وما بقدر احكي من هالكلمات الا شركه العليمي لتجاره السيارات، كل انواع السيارات المميزه والعالميه والحديثه فقط عند شركه العليمي كارز. كما عودناكم ووعدناكم من خلال هذه الشركه، كان عندنا اشترك واربح، لايك كومنت شير لشركة العليمي لتجارة السيارات، سيارة سيتي جو 2016، والله مبلغ سيارة يعني مرتبة من شركة العليمي. طبعا تاريخ السحب كان عندنا على شاشة التلفزيون مباشرة في 25/7/2019 بالتعاون مع شركة ام كي اوتو موبايل وجلوبال ارب اكسبورت. والجائزة كانت من نصيب مين؟ تعالوا نشوف من نصيب مين. محمد حسن من مدينة نابلس جبل النار كانت من نصيبه. طبعا هلا رح نسأله أكم لايك أكم كومنت أكم مشاركة أكم تعليق. أول شيء ألف مبروك. الله يبارك فيك ويخليك يا رب. يعني صرخنا ونادينا بالتلفزيون محمد حسن محمد حسن، ألف مبروك. يعني كيف فرحتك اليوم في السيارة؟ والله فرحة لا توصف، يعني أخص شيء عشان يعني الواحد ربح سيارة، يعني أي حدا مثلا بيحلم إنه يكون عنده سيارة، وبتقدر تقول إنه الواحد مثلا الحلم ما تحقق. طيب أنت عريس صح؟ كاين عريس جديد لسه، يعني سنة وشي سنتين ولا كيف؟ يعني سنة ونص. سنة ونص يعني عريس جديد، وأجتك سيارة جديدة مع العروس. نعم صحيح. طيب شو بتقول في هاللحظات للعليمي اللي شركة العليمي اللي كان حسب الوعد والموعد؟ طبعا أنا بحب أشكر العليمي على هذه المبادرة، وإن شاء الله بتمنى له التوفيق وقدما إلى الأمام، وكل الاحترام والتقدير على هذه المسابقة، وبالتوفيق إن شاء الله. سؤال، أنت كيف شاركت؟ بالتعليق باللايك؟ أنا عملت لايك شير كومنت. بس ثلاث وحدات؟ بس ثلاث. يا سلام، عشان تشوفوا كيف الحظ لما يكون مع الناس الروعة. في ناس آلاف ودت، لكن هو ما شاء الله شارك الثلاثة وسبحان الله كانت من نصيبه. طب تعالي تفضلي يا شركة العمر، شركة عمره، مرحبا. يعطيك العافية. الله يعافيك، ألف مبروك أول شيء. الله يبارك فيك يا رب. طب يعني فرحتكم اثنين، تعالي تعالي محمد، فرحتكم اثنين بهالجائزة من شركة العليمي كيف كانت؟ طبعا كانت كثير مفاجأة. يعني كنتوا تستنوا بسيارة؟ طبعا حديث الساعة السيارة. حديث الساعة، حديثنا صار العليمي هلا، شركة العليمي. طيب طبعا أنا بوجه كلمة لشركة العليمي، بحب أشكرهم على التميز وعلى الإبداع، بحب أشكرهم على المسابقات الحلوة والمسابقات اللي كلياتها ثقة، يعني إحنا ما بنعرف حد من هون، كانت السيارة إحنا بس ربحناها أتفاجأنا، في كثير إحنا لاحظنا كومنتات إنه هاي يعني مش إنه مفاجأة، اللي سحب مش بثقة أو إشي، لا، إحنا كانت مفاجأة إنه ما بنعرف إنه رح نربح سيارة، عملنا شير كومنت لايك والحمد لله ان ربحنا السياره. بنشكرهم على تعاملهم الراقي جدا، وعلى المفاجآت اللي بيقدموهم دائما. شكرا لكم، بتمنى لكم التقدم والنجاح. يعني هلا انت ما شاء الله شريك العمر من احلى ما يكون، ما شاء الله. طبعا والله دائما تكونوا بحب وسعاده ان شاء الله. ان شاء الله. ضفتي كمان محبه جديده، سياره اجتكم للبيت كمان. او لا يعني محبتين صارت. ثلاث والبيبي. صح صح، والبيبي والبيبي. الف مبارك، ثلاثه الف مبارك. طيب احنا بنبارك لكم من شركه عليمي لتجاره السيارات، بتتهنوا بالسياره. يعني انت بتدعي لمين؟ لزوجك اللي ودى مشاركه وتعليق وكومنت؟ لنيته الصافي. لنيته الصافي طبعا. الله يخليكم لبعض. امين. محمد، يعني انت لما اتصلوا فيك وقالوا لك شركه العليمي انت ربحت معه، شو كيف كان شعورك انا صراحه في البدايه، ما هو كان عندنا عشان عروس، كنا ملتهيين بالعرس، يعني ما كنت اعرف في البدايه. نعم. في احد اصحابي يعني رن علي يمكن بجوز 4-5 مرات وانا مش منتبه. اخر مره انتبهت بالصدفه، بحكي لي انت ربحت سياره، بحكي له منين ربحت سياره، يعني كانت مفاجاه صراحه. بعدين بحكي لي مش عملت مشاركه للعليمي وكومنت، قلت له حكى لي انت اللي ربحت السياره. صدقت اولها ولا ما صدقتش أمان؟ اولها في البدايه لا. المفاجاه بتكون مش مصدق بالاول. مثلا بعدين رحت على الفيسبوك، فتحت على صفحتهم مباشره لقيت اسمي ورنيت لهم مباشره وحكوا لي تفضل ان مبروك انت ربحت السياره. طيب هلا مين اللي المشكله هون؟ في مشكله واقعين فيها، يعني العليمي كل التحيه له، شركه مميزه وكمان سياره حسب الوعد والموعد، مين اللي بده يسوقها بالاول، انت ولا المره؟ انا طبعا. طيب
طيب انت وهي واحد، احنا بنبارك لكم وبنطلب من شركة الاعلامي تفضل، بس سلموا المفتاح لمحمد. عشان معي الرخصة. عشان مع الرخصة كمان راحت عليك. هلا تجيب رخصة؟ هلا مو تجبريني تجيب رخصة. طيب مبروك لك الجائزة سيارة سيتي جو. يعني شو بتقول للناس بعد هالجائزة المميزة؟ شو بتقول عن شركة الاعلامي؟ والله بحكي لهم انه شركة الاعلامي شركة مميزة ورائدة على مستوى فلسطين، وبتمنى لها التقدم والنجاح. على فكرة يا جماعة احنا بنقول كمان شركة الإعلامي هي شركة مميزة، كل شيء موجود فيها، أحدث السيارات العالمية موجودة وبأسعار مميزة وكمان بأقساط مريحة، اليوم دفعات مريحة عشان الموظفين والوضع اللي احنا عايشينه، ونص الراتب هم بيكملوا نص الراتب بطريقتهم بالتقسيط المريح عشان يريحوا الناس. احنا بنقول شغلة واحدة، كل التحية لشركة الإعلامي لتجارة السيارات. احنا بنقولش هاي بس المفاجأة، مفاجأة لمحمد من مدينة نابلس، لسه انتظروا المفاجآت الجديدة القادمة من شركة الإعلامي لتجارة السيارات. بس في مفاجأة كمان لك، شو رأيك انت؟ بإيش بالضبط؟ في مفاجأة. شو المفاجأة؟ بتتوقعوها؟ لا. أنا والله خايف يصيبني إشي، يعني حدا يصير له إشي. أنا بس كل شيء متوقع من الإعلام لتجارة السيارات. على فكرة هاي السيارة مش هاي اللي ربحتوها. ولا شو رأيكم بالسيارة هاي؟ بلجر. هاي. شو رأيك؟ شو رأيك؟ معكم. ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله. ان شاء الله المره الجايه. احنا بنقول مش وقفت عند هون وبس، في القادم لسه سيارات اكثر وكمان مفاجاه. اشتري من هون ان شاء الله، مش شرط ربحه. ان شاء الله ان شاء الله تشتروا ان شاء الله. طيب مش كل شيء موجود اكيد طبعا. طيب هلا ممكن نطلب انا وياك وتطلع زوجتك هون وانت تروح بالسياره ونشوفك انت بتركب فيها بالشغله. تفضل معك رخصه، تعال شوف. يلا تفضلوا. لا مش مشكله، انت بس اركب فيها يعني ما في مشكله. خلي هالباب شغلها. خليك هيك. شو رأيك بالسيارة؟ مريحة؟ والله مريحة جدا، مريحة جدا وعائلية. وعائلية وفي راحتين، مش راحة واحدة، السيارة واللي جنبك ما شاء الله عليها. الله يخليك اياها. الله يرحمك. طيب احنا بنقول لك في ختام هذا الف مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيكم وان شاء الله قدومها خير، ودائما شركة الإعلامي مميزة فيكم لانكم انتم من متابعينها كمان، وان شاء الله بنتمنى لهم دائما التوفيق. الف مبروك وامشي فيها ان شاء الله. طيب اقول لكم لا خليك فيها، خليك فيها. طيب خليك فيها. اذا مشاهدينا ومتابعينا وصلنا معكم، يعني مبروكي للعرسان، هم عرسان كمان جدد، محمد حسن من مدينه نابلس. الف مبروك السياره سيتي جو، كل التحيه لشركه الاعلامي لتجاره السيارات. قلنا لكم هي مميزه، تعالوا على شركه الاعلامي وانتم الكسبانين، اسعار مميزه وسيارات عالميه، ولسه استنوا الجاي، الجاي والقادم لسه أكبر من شركة الإعلامي. ألف مبروك لمحمد وعروسته، ألف مبروك لشركة الإعلامي لتجارة السيارات، دائما اعتمدوا شركة الإعلامي لتجارة السيارات.